تل أبيب. دكتور مطانوس، ما تعليقك على هالخبر؟ يعني واضح إسرائيل مستمرة في الاغتيالات. يعني الفرق بين حرب 2006 والحرب الحالية على لبنان أنه من وجهة نظر إسرائيلية أنه إسرائيل لن تقبل دون حسم واضح لنتيجة الحرب، لن تقبل حالة يكون فيها يعني هذا التوازن أو التعادل في النتائج بين إسرائيل وبين حزب الله، لأنه إسرائيل تعتقد أن هذا هزيمة، أنه أي نتيجة للحرب غير محسومة بشكل واضح لإسرائيل هي فعليا هزيمة، وعدم تحقيق أهداف الحرب هي هزيمة لإسرائيل. يعني ليس بالضرورة أن يكون هزيمة عسكرية على الأرض يعني هزيمة مطلقة لإسرائيل، إنما فقط عدم الحسم وعدم تحقيق الأهداف السياسية للحرب ها من وجهة نظر إسرائيلية هزيمة. وبني على ذلك الكثير بعد حرب 2006، يعني كل عقيدة الضاحية اللي جاء بها أيزنكوت لما كان قائد الجبهة الشمالية، قائد الجبهة الشمالية في إسرائيل، بنى عقيدة كاملة على كيفية إدارة الحرب القادمة مع حزب الله، وكيف يجب أن تستعمل إسرائيل قوة كبيرة دون أي يعني غير دون أي تناسب لما يقوم به حزب الله من دمار. عقيدة الضاحية يعني تدمير الضاحية. إذا خصصنا الجواب للاغتيالات، يعني يبدو لدى إسرائيل ذاكرة سمكة بهذا الموضوع من عز الدين القسام إلى يومنا هذا الراهن، مع كل زعماء المقاومة الذين قادوا في لبنان في فلسطين. لم تكن الاغتيالات السياسية يعني هي يعني كيف نفذت إسرائيل الاغتيالات؟ أولا بدأت باغتيال القيادات العسكرية والقيادات الميدانية لحزب الله، عمليا حاولت تقليل قدرات حزب الله من الردود العسكرية، وبعد ذلك انتقلت إلى القيادات السياسية. أولا بالنسبة لإسرائيل هذا يعني انتقام، هاي السياسات حتى لو لم تأتي بنتائج فعلية على أرض الواقع، بالنسبة لها كل من يعادي إسرائيل كل من يكون له موقف واضح تجاه إسرائيل تريد الانتقام منه والاغتيال. ثانيا هي رسالة وهي محاولة إسرائيلية لتفكيك كل قدرات حزب الله الإدارية والتنظيمية والسياسية والعسكرية، وضرب معنويات حزب الله وضرب معنويات البيئة الحاضرة لحزب الله، مجتمع حزب الله، يعني بالتوازي تضرب حزب الله وتضرب البيئة في الضاحية وفي